متتبعي صوت العدالة، انعقد الجمع العام التأسيسي للجمعية المغربية لشركة أرباب النقل المستخدمين بجماعة مولاي بوسلهم، حيث يعرف هذا القطاع خصاصا كبيرا وعشوائية في العمل. من خلال تأسيس هذا الإطار القانوني يحمي المقاولة الصغرى والمتوسطة وأيضا الطبقة الشغيلة التي هي في حاجة ماسة لهيكلة القطاع. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في البدايه كنتوجه الشكر لصوت العداله. الحمد لله، اليوم تم تاسيس الجمعيه المغربيه لارباب نقل المستخدمين بدائره الغرب. هذه الجمعيه اللي تهدف ان شاء الله تعالى الى عقلنه هذا القطاع اللي كيعاني وكيعاني بكثير في دائره الغرب، والله سبحانه وتعالى ييسر على هذا سميتو عليه، ونطلبوا من جميع الاخوان والمسؤولين يتعاونوا مع هذه الجمعيه، لاننا ان شاء الله عندنا الهدف الاول والاساسي هو هيكله وترميم هذا القطاع اللي كيعاني من مشاكل كثيره. طبعا ماشي مع هذا القطاع كان كيعرف خصوصا في الهيكله ديالو، لان كما كتعرف المنطقه تشكل فيها اليد العامله بزاف اللي كتعرض بالفواكه الحمراء وكذا. اليوم انتم اختاريتوا باش تدخلوا في اطار جمعيه، هل هي جمعيه اقليميه او جمعيه وطنيه ديال النقل المستخدمين؟ هي فعلا القطاع في دائره الغرب كيعاني من المشكل ديال النقل المستخدمين. فعلا بمنطقه دائره الغرب كاين العديد من الشركات اللي الحمد لله يعني مهيكله، عندهم سيارات اللي هما يعني من نوعيه جيده، والناس كيبغيو يخدموا، ولكن للاسف الشديد كان شويه ديال التشتت. احنا الحمد لله غادي نحاولوا ان شاء الله باش نقوموا بهذا العمل ديال التجميع، ويعني في اطار التوعيه والتحسيس ويعني والهيكله، وحتى القضيه النقل المستخدمين من المنطقه. انتم كما كتعرفوا ان احنا منطقه ديال دائره الغرب، وبالخصوص مولاي بوسلهام والنواحي ودائره الليمونه، كنعانيوا من مشكل ديال هذا القطاع اللي يعني نوعا ما مهمش من بعد يعني ما معروفش عند بعض الشركات. احنا جينا اليوم ان شاء الله باش نقولوا الكلمه ديالنا، وجينا اليوم باش نعاونوا يعني الباترون، لاننا احنا حلقه اساسيه في هذا القطاع ديال الفلاحه اللي هو قطاع موسمي. بالنسبه حتى للعاملات باش تنقلوا في واحد الوضعيه مريحه وضعيه صحيح بالكرامه ديال المواطن. كنشوفوا كان الناس كيتنقلوا بعشوائيه، كما عرفت المنطقه كوارث وما تفاديناش ديك الكوارث. صحيح، احنا ان شاء الله نحاولوا بما امكن بقدر المستطاع ديال الجمعيه والاعضاء المخالطين ديالها ان شاء الله من اجل التوعيه والتحسيس بالمخاطر، يعني وحتى العمال يتنقلوا في واحد الجو اللي هو جو يعني جو قانوني، جو زعما جو مناسب. يعني السيارات الحمد لله الان كما كتعرفوا ان كاين واحد دفتر التحملات الجديد اللي هو ديال الكوفيد، يعني حتى الشركات. انعقد جمعها العام اليوم لتأسيس هذه الجمعية المغربية لأرباب شركة نقل المستخدمين بمولاي بوسلهام، وانتخاب أعضاء المكتب المسير، وانتخاب رئيس الفاعل الجمعوي معاد العلم رئيسا لها. وجاءت فكرة تأسيس هذه الجمعية للحد من عشوائية نقل الحمد لله واعيين بهذا الشيء هذا، وواعيين بالمخاطر، وواعيين بالسلبيات والإيجابيات اللي كاينة في الدومين. ربما اطرحتوا القضيه ديال التدابير والاجراءات الاحترازيه اللي تاخذها الدوله مثلا في القلب. صحيح، دابا بالنسبه للقطاع ديال نقل المستخدمين في دائره الغرب، هو قطاع ماشي نقولوا مهمش، ولكن راه اكثر من مهمش، لان راه ما كاينش اللي كيتخاطب معاه، وما كاينش اللي كيتكلم معاه، وما كاينش اللي كيعطي المقترحات، او يعني فعلا ما كاينش اولويات لهذا القطاع. ولكن ان شاء الله احنا نخدموا على هذا الشيء ان شاء الله، ونخدموا على هذا المشروع اللي هو مشروع هيكله هذا القطاع، وبالخصوص في المنطقه، لان كتشوف اشكاليات كبيره واقعه، كاين مشاكل، كاين تضارب حول هذه الاشكاليه ديال النقل في القطاع ديال الفلاحه، وبالخصوص في منطقه دائره الغرب. ويشتغل أعضاء الجمعية حسب قانونها الداخلي
إلى الدفاع عن مصالح أصحاب القطاع بصفة عامة والمقاولة الصغرى بصفة خاصة أمام المؤسسات والجهات المهنية المتدخلة في القطاع، حيث تبقى مراعاة دفتر التحملات الذي عدته وزارة التجهيز والنقل خلال فترة جائحة كورونا في ظل إقدام السلطات العمومية. السلام عليكم. على تخفيف اليوم 30/9/2020 اليوم أسسنا واحد الجمعية اللي هي جمعية أرباب النقل المستخدمين لجهة الغرب، وبغينا ننوضوا بهذا القطاع هذا لان هذا القطاع هذا شويه الحاله ديالو متدهوره، وبغينا نحاولوا هذا القطاع هذا نرموه شويه على احسن ما يرام. وكاين الخصاص، كاين الخصاص ديال النقل المستخدمين، كاين خصاص كبير اللي كتعاني منه هذه المنطقه هذه، وخصوصا بعض العمال كيمشيو في واحد الحاله لا يرتاح لها، اللي هي غير قانونيه، وهذه وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يوفقنا ونطلبوا من تمشي هذه الجمعيه تمشي بعيد ان شاء الله يا رب. سي محسن، اليوم خصك بغيتك تقرب لي من الخطوه اللي خطاتها هذه الجمعيه المغربيه لارباب نقل المستخدمين. كما كتعرف المنطقه تشغل واحد اليد عامله بكثره وكتعاني وعندها خصائص في هذا النقل المستخدمين، ما مهيكلش، كاينه قطاعات عشوائيه، عشنا كوارث. اليوم شنو ممكن تقول لنا؟ احنا جينا اليوم باش ناسسوا هذه الجمعيه باش تحد من هذوك الكوارث اللي كانوا وقعوا شحال هذه، وتحسن الوضعيه ديال العمال. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.